السلام عليكم. اليوم هاي المحاضرة اللي هي الباسيلس. أول شيء كتقسيم للجرام بوزيتيف باسيلاي، مثل ما عرفنا أول محاضرة من قسمنا البكتيريا حسب المورفولوجي مالتها، كان أكو باسيلاي وأكو كوكاي. الكوكاي هي اللي الشيب مالتها تكون سيركولر، بينما الباسيلاي اللي هي الرود شيب. فهاي الرود شيب اللي هما جرام بوزيتيف راح يقسموها حسب شنو، أكو ايروبيك وأكو انايروبيك. الايروبيك اللي هي تعيش بالاكسجين، والانايروبيك اللي ما تحتاج اكسجين. الايروبيك يرجعون يقسموها الى سبور فورمينج ونون سبور فورمينج. الانايروبيك بس اكو سبور فورمينج، يعني يكونون سبورات لو ما يكونون. وعلى هالاساس كل واحد الى اكزامبل. فالانايروبيك اللي هي سبور فورمينج تنطينا سبور، يعني تعطينا سبورات اللي هي كلوستريديوم، اللي هي المحاضره اللي بعدها. الايروبيك اللي هي نون سبور فورمينج اللي هي كوريني بكتيريوم للسيريا، كوريني بكتيريوم ديج المحاضرة اللي شرحناها. وسبور فورمينج ايروبيك هي الباسيلس اللي هي محاضرة اليوم. فهذا المخطط مهم تحفظوه، يعني تعرفون مثلا الباسيلس هي عبارة، يعني مجرد هذا تحفظوه تعرفون الباسيلس هي سبور فورمينج ايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي، كلوستريديوم هي سبور فورمينج بس انايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي. يعني من هذا المخطط تقدرون تعرفون بعض الصفات مال البكتيريا. نجي هي نفسها الباسيلس سبيشيز راح نقسمها، اكو باثوجينيك اللي هي ممكن تسوي لنا ديزيز، واكو نون باثوجينيك يسموها انثروكويدز اللي ممكن تسوي لنا، يعني هي ما تسوي ديزيز بالظروف العاديه بس ممكن تسوي اوبورتونيستيك، يعني اذا قلت الاميونيتي او هيك شيء ممكن تسوي ديزيز، اللي هي مثال عليها باسيلس سبتيلس. الباثوجينيك اللي هي مشروحة بهاي الملزمة اللي هي عندنا باسيلس انثراسيس اللي تسوينا الانثراكس، والباسيلس سيريوس اللي تسوينا يعني غاسترايتس وانترايتس وهالسوالف. أول شيء يحكي على general characters of باسيلس، يعني بصورة عامة هي الباسيلس كلها شنو المواصفات مالتها، واللي هي تقريبا تنطبق على كل السبيشيز مالتها عدا شوية يعني أكو اختلافات. بالمايكروسكوب راح تطلع very large gram positive bacilli، هاي عرفناها انه هي gram positive وهي bacilli. arrange in long chains، الشكل مالتها شلون يعني الترتيب مالتها تكون in long chains هيجي، يعني شلون سلاسل طويلة كلش، مو اثنين ثلاثة لا كلش هواية. تكون motile except bacillus anthracis، يعني كل هذول الباسيلس تكون motile تقدر تتحرك عدا الانثراسيس اللي هي non motile. spore forming تسوي لنا سبورات بس outside the host، يعني بداخل الهوست ما تقدر تسوي سبورات، وانما تسوي سبورات بس من تكون بالسويل يعني بالتربة، او تكون بتشو non viable يعني في نسيج ميت تسوي لنا سبورات، بس من تدخل داخل الجسم ما تقدر تسوي سبورات. تكون كابسوليتد داخل الهوست، نعدها كبسول حتى يحميها. نون فاستيدياس، فاستيدياس معناها انه اكو يعني مايكرو اورجانزمز يسموها فاستيدياس تحتاج ظروف كلش اوبتيمم حتى تعيش، يعني سنسيتيف حيل حساسه لاي ظرف، فهاي نون فاستيدياس يعني تعيش باي مكان ما تحتاج ظروف معينه. فاكولتيتيف انايروب، هاي المفروض انتم هسه تعرفوها شنو معناها. break down glucose by oxidative and fermentation، يعني الميتابوليزم مالتها تعتمد على الاكسيديشن والفرمنتيشن، يعني اكسيديشن بوزيتيف وفرمنتيشن همين بوزيتيف. كاتاليز بوزيتيف، هاي همين انتم تعرفوها. it is found in soil habitats، وين نشوفها؟ بالتربه وبال يعني soil. الديزيز اللي راح تسوي، احنا عندنا قلنا هذول اهم ثلاثه اللي هي انثراسيس والسيريوس والسبتيلس. السبتيلس قلنا هي من ضمن النون باثوجينيك اللي هي ما تسوينا، فقط اذا قلت الاميونيتي وتحت ظروف معينه اللي هي يسموها اوبورتونستيك انفكشن الانتهازيه. نيجي اهم وحده اللي هي انثراسيس، سوينا انثراكس بالعربي جمره الخبيثه او هيك شيء، اللي هسه تقريبا قبل شهر هيك حكوا عنه انه دا يصير بعد كورونا وهالسوالف هاي. والانثراكس الى يعني تقسيمات، اما كيوتينيوس يصير بالجلد، او gastrointestinal بالجي اي تي، او بالانهاليشن يسوينا pulmonary symptoms. السيريوس هذول يسوونا gastritis وانترايتس التهاب بالمعدة والامعاء وهيج، يسوينا emetic and diarrhea اما vomiting او diarrhea، او يسوينا ocular infection بالعين، او catheter related sepsis يعني بالكانيولا مثلا، هذول يخلون كانيولا
ويصير لها التهاب وتسمم وهيك، هاي ممكن سببها السيريس، اند ممكن يسوي لنا opportunistic infection، بس هو اهم شيء الجاسترايتس والانترايتس. Laboratory characteristics of bacillus، كل الباسيلس يعني باللاب شنو تبين؟ اول شيء اذا زرعناها على البلاد اجار راح تبين large spreading ولونها grey white colonies with irregular margins. هاي بكل على كل اجار لازم تحفظون شنو الكاركترستكس مالتها، ف large spreading grey white colonies والمارجنز مالتها تكون irregular. Many are beta hemolytic. هنا كل الانثراكس العفو كل الباسيلس هي بيتا هيمولتيك، عكس عدا الانثراكس تكون لا نون هيمولتيك. فهذه اكو هنا اكسبشن للانثراكس انه هي نون هيمولتيك، انه البقيه كلهم بيتا هيمولتيك. وعندنا قلنا هي نون موتايل، عدا كلهم الباسيلس كلهم موتايل بس هي نون موتايل، فهي شويه اختلافات عن الجنرال. الشي اسمه بيتا هيمولوتيك اللي هي قلنا من تسوي هيموليسيز للار بي سي اللي موجودة بالبلاد، فيروح اللون الأحمر مال الأجار هذا تتذكروا. Spores seen after several days of incubation but not typically in the fresh clinical specimen. يعني السبورات نقدر نشوفها من نسوي لها culture، نسوي لها incubation بالمختبر إيه، بس إذا جبنا clinical specimen يعني فتشوا من الجسم فحصنا ما يطلع بي سبور، لان يعني قلنا ما تسوي سبور داخل الهوست بس خارجه. هاي كجنرال عن الباسيلس كلهم. اهم اثنين اللي هي انثراسيس والسيريس، اول وحده واهم وحده اللي هي الانثراسيس. مورفولوجي اكيد يعني هي كلها تشابه ويا الجنرال، بس اكو شويه اختلافات اللي قلنا عليهم. فنفس الشيء لارج وجرام بوزيتيف باسيلاي هنا نان موتايل، بينما الجنرال كلها قلنا موتايل. Found إما single وحدها أو in pairs كل اثنين سوا، أو long chains اللي هي قلنا عليها بالجنرال تكون very long. الكبسول اللي قلنا موجود داخل الهوست could be demonstrated during growth in infected animals، يعني الكبسول بس موجود من ده تعيش داخل ال infected animals. The spores are formed in culture dead animals tissue but not in the blood of infected animals، مثل ما حكينا السبورات ما تتكون داخل الانفكتد انيمالز وانما بس بالكلتشر بتشو ميت هيك شيء. والسبورز شكلها اوفال وسنترالي لوكيتد. سيرفايفل ان سويل قلنا الموجوده بال شو اسمه بالسويل. السبورز ريمين فايبل ان سويل فور ديكيدز، يعني هاي السبورز ممكن تبقى عايشه بالسويل ما تموت فور ديكيدز، يعني عهود تبقى. Changing environmental conditions مثلاً يعني اختلاف التمبريتشر بين الشتاء والصيف وهيج هي اللي تساعدها إنه تبقى وتسوي multiplication وتتضاعف. Cultural characteristics نفس الشيء راح نجي. Blood agar والnutrient agar اللي هم يعني الستاندرد اللي يزرعون عليها الكل. Commonly used to cultivate the bacillus. Incubation مالتها aerobic ودرجة الحرارة 37. على blood agar قلنا irregular borders بس هنا تكون non hemolytic، بينما البقية الباسيلس قلنا بيتا hemolytic. على nutrient agar كفت شيء يعني مميز إلها يسموها ميدوزا هيد أو comet tail، يعني شكلها تكون ميدوزا هيد أو comet tail. هذه هي الميدوزا هيد، رأس الميدوزا ما أدري وما فت شيء هيك يعني، أو الكوميت تيل يعني هذا المذنب ذيل مال المذنب اللي يطلع هذا بالسماء، يجي يعني كتشبيه. بس هذول الشغلات اللي هيك بين قوسين هاي تحفظوها لان تكون سبيسيفيك هاي الشغله، يعني من يقول لك ميدازو هيد هاي خلاص يعني هي شو اسمه باسيلس انثراسيس ماكو غيرها يسموها هيك. السبيسيمين كولكشن لابراتوري دايجنوستس لازم اكو يعني حذر انه تكون فيري امبورتنت انه السيفتي ومن يشتغلون بيها حيل مهمة، لأن حتى لين صابون لأن هو أصلاً المرض كلش صعب ويؤدي إلى الديد، فيعني بس حتى ينتبهون. هذه blood agar مبين أحمر blood agar يسموه sheep blood agar لأن يأخذوه من الشيب. colonies the growth of bacillus anthracis شوفوا شلون شكلها، هذه ما مسوي hemolysis يعني حولها رأساً أحمر ما صاير مرايح اللون الأحمر. هنا شوية هذه رافعيها pulled up و stay upright باقية هيك مرفوعة. التكستشر مالتها تشبه الايج وايت،
البياض البيض يشبه يعني تكتشر مالتها. الباثولوجي هنا شنو راح تسوي ديزيز؟ قلنا إما تسوي كيتينيوس أو انتريك أو انتستينال أو بالمونري. أول واحد اللي هو الكيتينيوس اللي يمثل 95 إلى 98%، يعني هم يقولون أنتراكس إحنا رأسا يجي بالنا لازم الكيتينيوس لأن يعني هو أكثر شيء. الانفكشن شلون يصير؟ through wound أو burns، يعني واحد محترق أو عنده wound which may progress to toxemia and septicemia. هسه راح نجي شلون تصير الخطوات مال الانفكشن. المهم هو واحد عنده مثلا يعني جرح يشتغل بالتربة فلاح لو شيء، وتدخل السبورات أو الأورجانزم كله بس على الأغلب سبورات تدخل وتبدي تسوي نفاس شول وما أدري شنو يعني مثل الحبة وهيك، وآخر شيء يصير نيكروسيس وممكن تدخل للدم تسوينا توكسيميا وتسمم بالدم the site، وبالأخير يعني death. The site of entry often produces a painless blister referred to as malignant pustule. يعني من تدخل يسوي لنا painless blister يعني مثل الحبة وتكون ما توجع، يسموها malignant pustule. هذه اللي هي هنا هاي malignant pustule. هذه بالنسبة للكيتانيوس اللي هي أكثر شيء. الانتريك أو الانتستينال caused by the ingestion of infected meal. يعني هو intestinal يعني واحد لازم يأكل فتشي، فهو قبل واحد يأكل تراب لا أكيد، فتجي هو يعني مثلا ال شو اسمه الشيب أو هذولا يأكلون يعني الحيوانات يأكلون من التربة، فممكن يأخذون السبورات وهم يصيرون infected وإحنا نجي نأكل اللحم مالتهم اللي هو بي سبورات، خاصة يعني إذا ما يطبخوا زين أو هيج، ولو هي السبورات كلش إذا تذكرون ملزمة الاسترالايزيشن السبورات كلش صعب إنه تنقتل، فيأكلون الميت وعن طريقه يصير بهم إنفكشن. فلهذا هي شوية أقل من الكيتينيوس، لأن الكيتينيوس يعني دايركت، بس هنا لا لازم من الميت ومن الهاي. This form of disease is severe and fatal. ها كلش خطر وممكن يكون fatal. البلمونري هنا أكيد عن طريق inhalation of spores of large number of bacillus anthracis spore، يعني يستنشق هاي السبورات، وهمين هذا fatal وclinically يسموه wool sorter disease، يعني هذول اللي يفرزون الصوف أي شيء يسموه، يعني هاي من هاي الشغلات اللي بين قوسين يحفظوها إنه يعني specific. هذه السايكل مالته إنه شلون يجي، هو قلنا السبورات موجودة بالسويل، إما تجي كوتينيوس واحد عنده جرح وده يشتغل قلنا وتدخل، أو inhalation يستنشقها وتدخل. ingestion شلون تجي؟ عن طريق الكاوز والهذولة والشيب والهاي يسووا له ingestion أو inhalation وهم يصيرون infected، فناكل الميت مالتهم يصير عندنا الانتستينال، أو لا عن طريق البيتينج فلاي يعني الحشرات اللي تطير وهيج تروح تاخذ السبورات وتجي مثلا علينا من تسوينا بايت أو هيج تنقل لنا إياها. هذه هنا الانتيجينيك ستراكتشر والباثوجينيك ديترمينانتس، هنا شلون تسوي يعني الستراكتشر مالتها والفيريولانس فاكتورز وهالسوالف. فهي عندنا كبسول، عندها كبسول قلنا بولي بيبتايد، عبارة عن بولي بيبتايد of high molecular weight، يعني مكوناتها هو دي جلوتاميك أسيد، بولي ساكرايد سوماتيك انتيجين بيها عنها كلها، بس إنه مكونات تحفظوها. كومبلكس بروتين توكسين، هذا المهم اللي عندنا هو السم اللي تنطيه هو عبارة عن بروتين، appear to be responsible for signs and symptoms characteristic of anthrax. هذا التوكسين اللي قلت لكم مهم لأن هو اللي راح ينطينا signs والsymptoms مال الأنثراكس، وهو عبارة عن بروتين. فaccumulation of this toxin in the tissue and its effect on central nervous system result in death by respiratory failure or anoxia. يعني الaccumulation مالته هذا التوكسين ممكن يروح للCNS وهو اللي يؤدينا إلى death. الvirulence factors إذا تذكرون تعريفها قلنا هي الفاكتورز اللي تحدد لنا السيفيريتي أو الباثوجينيسيتي مال هالأورجانزم، يعني شنو الشغلات اللي بدها تخلي يسوي لنا هذا الديزيز. أول شيء عندنا الكبسول، قلنا هو عنده بوليبيبتايد كبسول وهذا مهم. ثاني شغلة الإكزوتوكسينز، التوكسينات اللي يفرزها، اللي هي ثلاثة مهمات: الإيديما فاكتر والبروتكتيف أنتيجين والليثال فاكتر. هذول الثلاثة وما اختصاراتهم حيل مهمين لأن هم راح يشتغلون الباثوجينيسيس كلها تقريباً.
هنا نجي على الباثوجينيسيس. أول شيء عندنا هذا البروتين أنتيجين أو هنا سموه بروتكتيف أنتيجين، هذا مجرد إنه يرتبط هاي السيل هيومن هيومن سيل يعني الخلية مال الإنسان، يجي البروتين أنتيجين أو بروتكتيف أنتيجين بس يرتبط بيها بالسيل ممبرين مالتها على مود يساعد الإديما فاكتور إنه يدخل. يدخل الإديما فاكتور انتراكت ويا العملية اللي تحول لنا الجال مودولين على مود يصير أدينيل سايكليز أكتف أدينيل سايكليز، واللي هو بعدين راح حولنا الـ ATP إلى سايكليك AMP. من يصير سايكليك AMP تصير إديما، إديما يعني accumulation of fluid وهيش داخل السيل أو التشو كله، فهذا اللي هو شنو اسمه هو إديما فاكتور، يعني يريد بالأخير يسوي لنا إديما. قلنا البروتكتيف أنتيجين أو البروتين أنتيجين فقط يساعده حتى يدخل للخلية. هنا نفس الشيء بس تبديها من البداية، إنه الأنثراكس سبورز تدخل للبودي بعدين تسوي مالتيبليكيشن وين باللمف نود. هنا مهمة إنه المالتيبليكيشن مالتها ويج تكاثر يصير باللمف نود بالعقد اللمفاوية، بعدين هذول الإكزوتوكسينز اللي حكينا عنهم البروتكتيف أنتيجين والإديما فاكتور والليثال فاكتور يبدي يفرزهم، وهاي التكملة كلها نفس الشيء على السايكليك أي أم بي ونفس الحكي. فهسه نجي على كل فاكتور من هذولا وشنو راح يسوي. الإديما فاكتور قلنا راح يحول الـ ATP إلى سايكليك AMP، فبالتالي يزيد لنا يعني عدد ما سايكليك AMP أو الأماونت ما سايكليك AMP تقريبا 1000 مرة، 1000 ضعف يزيده، فبالتالي شو راح يسوي؟ impair الـ neutrophil function. النيوتروفيل اللي جاية اللي هي immune cell راح تجي تريد تحاربهم، هو يثبطها ويخليها تشتغل وألتر الووتر هيموستاسيس، فبالتالي يسوي لنا إديما. التوازن المي وهيك بالخلية أو بالتشو راح يعني يتأثر بال إديما فاكتور على مود شنو آخر شيء يصير لنا إديما. الليثال فاكتور اللي هو من اسمه ليثال اللي هو يؤدينا إلى الديث، كليفز هذا الـ MAPKK اللي هو مسؤول عن السيل جروث والمالتيبليكيشن أو الماتوريشن، يعني النمو الخلايا جسمنا وهيش هذا مسؤول عنه، هو يجي يسوي له disruption، فبالتالي شنو راح يزيد ال cell death أو النيكروسيس، يزيد إنه ويا ما إنه يثبط عمل هذا اللي دا يسوي growth يزيد الفاكتورز اللي تسوينا نيكروسيس، increase synthesis of tumor necrosis factor alpha والinterleukin 1 beta، هذول هم يسوون يعني death لل cells، فيزيد هذولا وبنفس الوقت يثبط عمل اللي يسوينا cell growth والماتوريشن، فبالتالي macrophage lysis تنحل الماكروفاج اللي هي أهم خلية دا تهاجمهم، more cells infected with bacteria and toxin بالتالي ينتشر يعني أكثر، يؤدي إلى septic shock يعني يصير بكل الجسم، ف septic shock آخر شيء death. هذه عمل lethal factor. أول شيء تدخل سبورس سواء بالسكين أو بالإنهاليشن أو بالإنجستشن أو أي شيء، تجي أول شيء الماكروفاج. الماكروفاج هي أول خلية تهاجم، تسوي له إنجولفمنت يدخل داخل الماكروفاج، بس من يدخل هنا راح يبدي يفرز الليثال فاكتور مالته. فقلنا الليثال فاكتور شو راح يسوي؟ يسوي لنا آخر شيء يعني يزيد النيكروسيس فاكتور ويقلل السيل مالتيبليكيشن، فش راح يسوي؟ destruction of macrophage أو macrophage lysis. وش راح يصير من تموت الماكروفاج؟ راح يطلع هذا الأنثراكس يروح وين؟ للليمف نودز والسيركيولاتري سيستم. قلنا للليمف نودز يروح يسوي multiplication وبالتالي ينتشر، بالblood vessels يروح يسوي blood poisoning أو septicemia ينتقل بكل مكان، ممكن يروح للسي ان اس يسوي لنا meningitis سحايا اللي هي تؤدينا إلى death، أو يروح للليمف نود يسوينا pulmonary blockage، يروح للpulmonary من عندها يسوينا pulmonary blockage أو obstruction وبالتالي هم يؤدي إلى death. هذا نفس الشيء بس على كل واحد، يعني pulmonary أو intestinal أو cutaneous نفس الشيء، تيجي الماكروفاج يبدي يفرز ال virulence factors مالت الإكزوتوكسين وهذولا، تموت الماكروفاج يطلع يصير septic shock و death، أو هنا على pulmonary سوي pulmonary edema أو
يعني شو اسمه بلوكيج ويصير ديث، أو يروح للسي إن إس سو مننجايتس وديث، فهو نهايته ديث. هاي حكينا على الباثوجينيسيس وهو شلون ده يشتغل داخل الجسم. إحنا شلون ده يطلع لنا كساينز وسيمتومز اللي هي الكلينيكال فايندينجز اللي إحنا راح نشوفها. حسب أول شيء إذا سكين أنثراكس اللي صارت بالسكين، أول شيء راح يبدي بابيول، أول شيء تدخل بعد الانتري of organisms or spores through a scratch. واحد يعني هو أي إذا صار يعني إذا هو عنده وون فخلص رأسا تدخل، إذا ما عنده وون صارت على السكين وواحد سوى سكراتش حكها المكان فتدخل. ورا ما تدخل هاي الأورجانزم للسكين بعد 12 إلى 36 ساعة تبدي البابيول. بابيول تطلع هيك مثل الحبة صغيرة. هاي البابيول rapidly changes into a vesicle، وراها ورا هاي مباشرة تصير يعني بسرعة تصير vesicle اللي هي بيها fluid يعني. بعدين تصير pustule هاي اللي شوفتكم ياها. Finally تصير necrotic ulcer، تصير مثل التقرحات وبيها necrosis يعني خلايا ميتة. From which the infection may disseminate giving rise to septicemia، من هاي تصير necrosis و ulcer ممكن تدخل لل blood ونسوي لنا سبتيسيميا. فهذه كسكن أول شيء يعني هو مثلا يقول كان دي يشتغل بالتراب أو هيك شيء، وراها بيوم طلعت لهاي البابيول مثل الحبة، بعدين صار بيها مثل المي، بعدين تصير سودا ونكروسز وهالسوالف. هذه يجي بالنا أنثراكس. أما الريسبيراتوري اللي هو بالإنهاليشن، early manifestation هو ميديستاينيتس سبسيس منينجايتس أو هيموراجيك بالمونري إديما. يشتغل الإديما فاكتور هاي سوينا مي داخل الرئة وياها هيموريج، أو تدخل رأساً للمنينجايتس أو سيبسيز للبلات كله، أو هيموراجيك نيمونيا صار يعني التهاب ذات الرئة بس همين هيموراجيك ويا هيموريج أو بلات. وبعدين ممكن يصير شوك is a terminal event. الانترستينال أنثراكس اللي هو دا يأكل الاسبورات عن طريق الميت بينا infected meat cause severe enteritis، هيسوي لنا التهاب أمعاء كلش قوي accompanied by bloody diarrhea with high fatality. التهاب أمعاء كلش قوي حتى يطلع دم بالدياريه. نجي هسه عرفنا هذه الكلينيكال، فواحد خلى باله ممكن هذا عنده anthrax، شلون يسوي confirmation diagnosis؟ يروح يدزه lab laboratory investigations اللي هي أول شيء لازم يأخذ specimen. أكيد نعرف أي specimen تأخذه حسب ال site of infection، يعني مثلا إذا من ال إذا cutaneous يأخذ swab من ال cutaneous lesion يعني من هاي الحبة اللي صايرة يأخذ من عندها swab، أو إذا pulmonary يأخذ sputum بلغم، أو إذا من ال enteritis أو هيك يأخذ gastric aspirate أو feces يعني stool، وثلاثتهم يصير ناخذ بلاد وخلاص دم ويخلص، لان ثلاثتهم قلنا ممكن ينتقل للبلاد ويسوي لنا سبسيس وهالسوالف. اول شيء من ياخذوا المختبر شيء يسوون؟ قلنا اول شيء يودوه يسووا جرام ستين، هاي اللي هي اسهل شيء وبس تنطيهم فكره عن الشيء اللي دا يتعاملون وياه، على الاقل هو جرام بوزيتيف لو نيجاتيف والشكل مالته. فاول شيء يروحون يسوون له جرام ستين سمير من هاي السامبل اللي اخذوها، فراح يلقون large gram positive bacilli in long chains يسموها bumbo like appearance. هنا موجودة هذه مثل هاي الخيزران، أعواد الخيزران أو هيك شيء، هذه يسموه bumbo like appearance. فهذه خلون ببالهم إنه هو anthrax، بس أكيدا يعني ما ينطون definitive diagnosis. بعد يروحون يسووا له أكو هنا جيمز stain يطلع لهم purple bacilli with red capsule، الكبسول مالته يطلع أحمر وهي الباسيلاي تطلع purple، بس أكيد يروحون يسووا له culture اللي هو أهم شيء وينتظروه. أكو ممكن يسووا له animal inoculation test يعني يأخذون منها ال culture اللي يعتقدون إنه هو بي anthrax ويسووا له injection ب experimental animal يعني بحيوان ما تجارب فارة أو أي شيء، ويشوفون إنه بعد 48 إلى 96 ساعة راح يموت سبب respiratory failure، يعني سبب الموت هو respiratory failure، فهذا يقولون إنه هو أكثر شيء anthrax. هذه اللي هي البامبو لايك appearance بالجرام ستين العادية. بينما يطلع الكلتشر يروحون يسوون biochemical identification، وهذول اللي حكيناهم بذيك الملزمة، الكربوهيدرات fermentation test
راح يطلع بوزيتيف. الجيلاتين ليكويفاكشن تيست، النايتريت ريدكشن، هاي بس تحطون كل وحده بوزيتيف لو نيجاتيف. اللي يهمنا احنا عندنا السنسيتيفيتي تو بنسلين هي سنسيتيف، فبالتالي هاي يهمنا بالتريتمنت انه نقدر نعطيه بنسلين ويعني يشتغل عليه البنسلين لانه هو سنسيتيف بعد ما صاير ريزيستنس. وراها طلع الكالتشر. الكالتشر شلون راح يطلع؟ اللي يزرعوه على النيوتريانت اجار فبالاورديناري ميديا، وقلنا ايروبيك 37 طبعا هاي اعاده الاول شيء اللي قلنا كاركترستيك نفس الشيء تقريبا. بيحتاج اكسجين و37 درجه. يطلع لنا ميوكويد اور سموث كولونيز which indicate the pathogenicity of organism يعني بها كبسول. rough colonies are relatively virulent. ستاب كلتشر وهاي نفس الحاجه يعني. البلد أجار هم نفس الشيء، طلع لنا well on blood agar وما عنده hemolysis، وشفناهم هناك الصور. هنا هذه اللي قلنا عليها، لا ما حجيت لكم عليها. هنا lysis by gamma phase positive، يصير بها lysis by gamma phase. This test accurately differentiates bacillus anthracis from other bacillus. يعني هذا lysis بالgamma phase بس يصير بالanthrax اللي هي هذه. هنا خلوا هذا الجاما فيج وصاير لايسز يعني هاي كلها كولوني مال الباسيلس انثراكس، بس هنا صارت كلير اريا يعني معناها هي يصير لها لايسز بوزيتيف. نيجي على التريتمنت، مثل ما قلت لكم طلع البنسلين سنسيتيفيتي سنسيتيف، فبالتالي البنسلين هو الدراغ اوف تشويس. اللي عندهم حساسيه من البنسلين ينطوهم تتراسايكلين، اريثروميسين، كلورامفينيكول او ستريبتوميسين. الأنثراكس susceptible to penicillin and incubation on medium containing low levels of penicillin causes the bacterium to swell and form. يعني شلون عرفوا إنه هو sensitive للpenicillin؟ خلوا بالكالتشر خلوا فد أجار وياها شوية penicillin، فشافوا إنه اللي يم penicillin راح يصير لها swelling وبعدين شو اسمه يعني هنا الصورة يعني هي هاي النورمال. هنا هذول اللي بيهم penicillin انتفخوا كلش وصار بهم هذا الشكل اللي هو يسموه string of pearls يعني مثل اللؤلؤ، وبعدين راح يموتون يعني يطقون يموتون. فبالتالي يعني هم دا يتأثرون بالبنسلين فينطوهم بنسلين حتى الرسمة. طبعا هذه هي السيريوس بس يعني اللي راح نيجي نشرحها، بس هو نفس هذا الشكل راح يصيرون مع البنسلين اللي هي pearls مثل اللؤلؤ. هسا خلصنا الأنثراكس اللي هي قلنا أهم واحدة. نيجي على الباسيلا السيريوس اللي هي هاي أصلاً من البداية هي شكلها يعني هي هاي باسيلا السيريوس، بس دا أشبه لكم إياها إنه هيك يصير البنسلين، بس هناك شوفوا شلون كان هاي مالته عادي نورمال ما بيشي صغار، بس بالجسم راح يصيرون هيك كبار مثل الباسيلا السيريوس. الجرام بوزيت الباسيلس سيريوس هم نفس الشيء تقريبا، الكاركترستيك هي مال الباسيلس اللي الاساسيه الرئيسيه اللي بنحكي عليها، جرام بوزيتيف وسبور فورمينج. وهنا عندنا بيتا هيموليتيك على البلاد اجار عكس الانثراكس اللي هي كانت نان هيموليتيك. الباثوجينيسيس انه سبورز ار فاوند موست رو فودز مثل التمن يصير، والسبورز ار هيت ريزيستنس وسرفايف رابيد فراينج برودوس انتيروتوكسين، فبالتالي يسوي ingested و food poisoning يعني شو مثل التسمم، واحد من يأكل شيء ويصير بيتسمم. خاصة هذه شنو احفظوها بالتمن، التمن اللي يبقى خاصة ويخلوه بالثلاجة راح تبدي تنمو السبورات مالته يجون يحموه. هي أصلا السبورز heat resistant ما تتأثر بالحرارة يعني حتى لو حموه ما راح تروح بالحرارة، يجون يأكلوها وراء 4 إلى 6 ساعات من يأكلون شو اسمه يصير عندهم vomiting وabdominal cramps وهالسوالف مثل يعني أعراض أي تسمم. فهاي معناها اللي هي صارت بهم bacillus serious. هيك احفظوا هاي السيناريو حتى يبقى بدماغكم. يشبه الستافيلوكوكال food poisoning، تسمم بالستافيلوكوكس. التريتمنت symptomatic يعني fluid replacement، وهيك لأن ممكن يصير بهم جفاف لأن vomiting وديارية وpenicillin. هنا أكو فرق، أكو emetic form وديارية form، يعني اكو منهم يصير اكثر شيء عندهم فوميتينج واكو يصير عندهم دياريا. شنو الفرق بيناتهم؟ اول شيء الامبليكيتد فود التمن يسوي ايميتيك فورم، بينما الميت والفيجيتابلز والخضروات واللحم والهاي يسوي دياريا فورم. انكيوبيشن بيريد يعني من دخل الاورجانزم لحد ما طلعت السيمبتومز، الايميتيك فورم اقل من 6 ساعات،
تقريبا ساعتين ثلاثة أربعة وتبدي تطلع. دياريا فورم لا أكثر من 6 ساعات، تقريبا 9 ساعات المين مالته. السيمبتومز هاي أكيد أكثر شيء vomiting ونوزيا وأبدومينال كرامس. هنا دياريا ونوزيا وأبدومينال كرامس. الديوريشن إيش قد تبقى يعني الأعراض؟ هنا 8 إلى 10 ساعات، هنا لا تبقى تقريبا يوم يوم ونص هيك شيء. الانتيروتوكسين هذا هيت ستيبل وهذا هيت لابايل. الهيت ستيبل قلنا مال التمن اللي هي مال الإيميتيك، إنه حتى لو واحد يحمي الأكل ما تروح السبورات أو التوكسينز مالته. الهيت لابايل اللي هو الميت والفيجيتابلز، يعني إذا انطبخ اللحم زين أو الفيجيتابلز بالحرارة ممكن تموت هاي السبورات وما تصير. لهذا هو أكثر شيء نشوفه بالإيميتيك فورم. ليش؟ لأنه هيت ستيبل ويعني ما تنقتل السبورات بسهولة. هنا أخي خلصنا السيريس، يعني هو بس شوية عليه حاجة مو كلش. هنا أكو فرق بين، يعني دا يفرقون بين الأنثراكس والسيريس. أول شيء الgrowth requirement for thiamine، من اللي يحتاج الثايمين؟ الأنثراكس. السيريس ما تحتاجه. الهيموليسيز، السيريس تسوي بيتا هيموليسيز، الأنثراكس ما تسوي. جلوتاميل بوليبيبتايد كبسول هذه بيها هاي ما بيها. اللايسيز على الجاما فيج اللي حجيناها بالأنثراكس، السيريس ما بيها. الموتيليتي السيريس موتايل، الأنثراكس نون موتايل. الجروث على الكلورهيدريت أجار، السيريس صار لها جروث، الأنثراكس ما يصير لها. string or pearls test هذا اللي قلنا عليه انه نخلي بنسلين تنتفخ، هذه anthrax. serious لا، هي من الاساس مفوخه شكلها. هنا ال identification حسب ال specimen، طبعا هاي كلها عاده نفس الحكي. ال specimen اذا pustular exudate of malignant pustule مال cutaneous anthrax قلنا ناخذ من البستول نفسها. نيمونيك أنثراكس أو بالمونري أنثراكس ناخذ السبيوتم البلغم. استول أو الفيسز أو الغاستريك أسبيريت قلنا إذا انتستينال أنثراكس. المورفولوجي أكو ماكروسكوبيكال اللي هي الكرتش مال الكلتشر يعني اللي نشوفها إحنا بعيننا، وأكو مايكروسكوبيكال اللي هي بالمايكروسكوب سواء جرام ستين أو سبور ستين. هنا هاي بس دي فرق إنه هذا على النيوترينت أجار وهذا على البلد أجار. شوفوا الأنثراكس، شوفوا السيريوس يعني تختلف هاي، شوفوا هذول شلون صغار، هذه أكبر أصلاً. وهاي مسوي هيموليسز، عم مسوي. شوفوا هنا الهيموليسز اللي هي حول الكولوني شوية أكو، يعني شلون هيك مثل الخط صاير هيموليسز. هنا لا ماكو. هنا نفس الشيء هم من إعادة شلون ذاك، هم الهيموليسز on sheep blood agar motility. هنا بس هذا يمكن وهذول اثنين هم أو إيه هذول اثنين هم زايدين، ضيفوها ويا ذاك الجدول حتى تكمل المقارنة. Thank you.